لحضراتكم هذه المتابعة على وجه الساعة ولأهم المواجيز الإخبارية على إذاعتكم زهرة العرب. مستمعينا الأعزاء عبر أثير راديو زهرة العرب من المحيط إلى الخليج، معي ومعكم الآن الأستاذة الدكتورة شادن معاوية نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشؤون الدراسات العليا والبحوث. أهلا بك يا دكتورة شادن. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. النهاردة قمت بجولة تفقدية للإطمئنان على سير الامتحانات بكلية الطب البيطري والهندسة الوراثية. طبعا يعني انتم ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه علشان نمنع ولادنا من فيروس كورونا، وحاجات جميله جدا برئاسه الدكتور احمد محمد بيومي رئيس الجامعه عاملين يعني تعقيم للكليات قبل وبعد الامتحانات. طمنينا على الاجراءات الاحترازيه والوقائيه دكتوره شادي. والله فعلا زي ما حضرتك قلت كده، احنا بقيادة الأستاذ دكتور أحمد بيومي أخذنا قراراتنا في مجلس الجامعة ببعض الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكان طبعا من أهمها ارتداء الكمامات والمطهرات وتعقيم المدرجات وأماكن الامتحانات قبل دخول الولاد بفترة كافية، لأن طبعا تعرف المواد اللي احنا بنعقم بيها دي برضو ما نحبش ان الولاد يلمسوها او يبقوا يعني في تلامس بينهم وبين المواد دهيت. بالاضافه طبعا ان احنا حطينا بعض القواعد ان الولاد يحضروا ييجوا يتواجدوا قبل ميعاد الامتحان بساعه كامله، ان الولاد اثناء الامتحان بيدخل طبيب يعدي عليهم، اذا كان حد حرارته بتعلى شويه بيبتدي يعرق نبتدي برضو نتشك على درجة الحرارة تانية أثناء الامتحان. وعادة يعني اللي احنا بنشك فيه أو كده مش بنلغيله الامتحان، لأن ده شيء مش ذنبه، فإحنا علشان ما نحدش أزمات في الموضوع اللي بنلاقي عليه أي بوادر أو كده بناخده نعمل له زي لجنة خاصة. في كل لجنة إحنا مأكدين على السادة العمدة إن يبقى عنده مكان للجنة خاصة إلى أن يكمل هذا الطالب امتحانه، وبعد كده بنطلب منه إن هو لازم يعمل لنا تحاليل خاصة بفيروس كورونا، ما يدخلش الامتحانات القادمة إلا بما يثبت إن هو خالي من الفيروس. وده جميل جدا وبحييك عليها دكتورة شادن، علشان دي لصالح بلدنا مصر وعشان جامعتنا جامعة مدينة السادات وطلابنا الكل يعني ايه يكون مرتاح ومبسوط جدا من الإجراءات الجميلة اللي انتوا عاملينها وكاشف الحرارة. وده حصل فعلا في أكتر من كلية، في كلية التجارة حصل وفي كلية التربية الرياضية فعلا حصل، إن احنا لقينا ناس ابتدت تبان عليها أعراض ابتدت كده على طول بسرعة بناخدهم في لجان خاصة، وده جميل جدا. انا قبل كده كنت في كلية التربية الرياضية برضو في بنت دخلت بالتحاليل بتاعتها انها نيجاتيف، لانها كانت قبل كده كانت القصة مشكوك فيها، فلما جت الامتحان اللي بعده جت بما يثبت انها نيجاتيف فدخلناها اهلا وسهلا. في حين في التجارة مثلا بعتنا المستشفى عمل التحاليل طلع بوزيتيف، ما لغيناش امتحانه لانه هو اكمله في اللجنة الخاصة، بس قلنا له خلاص انت ملكش دخول تاني ولا تكمل الامتحانات، وبيحتفظ بدرجاته. وده الجميل جدا ان ما بيعتبرش راسب يا دكتورة شادن، وده جميل جدا منكم ان انتم بتحرصوا على اولادكم، ما بتقولولوش انت راسب، لا انت كمل علاجك، كمل كل حاجة، وبعد ما تخف انت حقك موجود وهتمتحن وان شاء الله ربنا يوفقك وتنجح. بالضبط، دي حاجه هو ملهوش ذنب فيها ومش لازم يعني نحمله وزرها، ولكن احنا بس نحمي من حوله من اعضاء التدريس والطلاب. كمان انا حابه اضيف لحضرتك يعني برضو معلومه مهمه بالنسبه للطلاب الوافدين. ودي اللي انا كنت عايز اكلمك عليهم في ظل الاجراءات ان احنا ما فيش لا سفر وممنوع الطيران، عاملين لهم ايه يا دكتوره شادن عشان تطمنوهم عبر أثير راديو زهرة العرب من المحيط إلى الخليج؟
بالضبط. احنا بالنسبة للدراسات العليا، والدراسات العليا بيبقى فيها عدد كبير من طلاب الوافدين، احنا قلنا ان احنا بنعلن عن مواعيد الامتحان. مواعيد الامتحان اعلنت على الويب سايت بتاع الجامعة والويب سايت بتاع الكليات، واصبحت معلنة. الوافدين استاذ محمد بيبقوا نوعين، يا اما وافد عايش في مصر، يا اما وافد في بلده، في بلده. راجع بلده. الوافد اللي عايش في مصر احنا عطينا له حرية الاختيار، يا اما يجي يمتحن يا اما يكون خايف. ما هو في ظل هذه الجائحة في ناس بتقول لك انا اخاف، ليه تعرضوني ان انا اروح وامتحن ولجنة وزحام وكده، انا لا انا خايف اروح. فقلنا له ماشي، الوافد اللي قاعد في مصر يقدم طلب اعتذار عن حضور الامتحان، واحنا هنقبله فورا، وزي ما قلنا بالاحتفاظ بتقديراته وبكل حاجة، وهنعلن مواعيد لاحقة للناس اللي هي اعتذرت في ظل الجائحة. فده وافد لكن عايش في مصر، فلازم يقدم لنا طلب رسمي بالاعتذار. أما الوافد اللي هو في بلده فده أوتوماتيك إحنا معتبرينه معتذر عن الامتحان بدون أن يقدم طلب، لأن بدون إحنا أن يقدم طلب. طبعا وطبعا لأن في هي تواصل اونلاين معايا دكتورة شادي كمان. تواصل مع السفارات، جميع السفارات، ومع الويب سايت والإيميلات بتاعتهم من خلال الكليات. فهمناهم وقلنا لهم إن عدم حضوركم الامتحان بدون اعتذار خالص، طبقا لأن ما فيش طيران، فأنا بعد كده هدخله الامتحان بالباسبور بتاعه. الباسبور هو الدليل على إن هو أثناء الامتحانات كان خارج البلاد. أما الوافد اللي هو أثناء الامتحانات كان داخل البلاد، فده لازم اللي يقدم لي اعتذار. فده لما بقول لك ان هم نوعين من الوافدين، بتاع اللي هو عايش في مصر لازم هيقدم اعتذار، اما اللي بره اللي هو هيثبت لي انه بره بالباسبور بتاعه لما يجي داخل الامتحان اللي احنا هنحدده لاحقا. احنا لغايه دلوقتي ما وضعناش مواعيد للامتحانات اللاحقه او البديله للامتحانات الحاليه الا لما يتفتح الطيران ويبان الناس هتعرف تيجي ازاي. فبناء عليه نبتدي بقى نحط لهم تواريخ جديدة لنفس الامتحانات اللي شغالة دلوقتي. الناس اللي ما حضرتش إن شاء الله نعملها لهم لاحقة، يعني وزي ما قلت لحضرتك بدون أي تأثير، واحنا لا على بنحييكم تأثير يا ولا دكتوره شادن ان انتم دايما مع اولادنا سواء الوافدين داخل جمهوريه مصر العربيه او خارج جمهوريه مصر العربيه، يعني في جميع الدول العربيه. دي حاجه جميله جدا. والنهارده طمنينا بقى على اولادنا في الطب البيطري والهندسه الوراثيه، وساعه ما شافوك يا دكتوره وانت بتمر عليهم وانت دايما بتعطيهم الطمانينه والابتسامه وخايفه عليهم وبتقول لهم يعني ربنا معاكم يا اولاد وكده، يعني والله تقول ايه؟ دي حقيقة فعلا. وإحنا مهمتنا إن إحنا نبعث الطمأنينة في نفوس الولاد وهم بيمتحنوا، مش نخوفهم أو نبث الذعر في نفوسهم، لأن إحنا داخلين يعني فعلا في وقت عصيب وجائحة موجودة في العالم في كله العالم مش في كله. بلدنا بس. بالظبط. فإحنا مهمتنا إن إحنا نخفف عن أولادنا، نشعرهم بالطمأنينة، نشعرهم إن هم لن يؤذوا من هذا الامتحان، بل بالعكس إحنا جايين نطمن إن المكان جيد التهوية، إن المكان معقم فعلا وفي ومستقر، مسافات ما بين الطالب والطالبة والطلبة ومسافات كبرى، يعني مش قادرة أقول لك المسافات كانت وموفرين لهم كل كبيرة. سبل الراحة يا دكتورة شادن بصراحة، يعني دي حقيقة، ويعني ده حاجة أخذناها يعني على عاتقنا من أول الأستاذ دكتور رئيس الجامعة لغاية أصغر معيد موجود في الجامعة. إحنا يعني ده مهمتنا، إزاي نوفر جو صحي سليم للطلبة بتوعنا عشان يقدموا امتحاناتهم في أمان إن شاء الله. دكتورة شادن طمنينا بقى، هل التصحيح هيبقى الكتروني ولا هيبقى تصحيح ورقي ولا؟ وطبعا اللي لما بتبعتوا الاوراق لما اولادنا بيمتحنوا بتتعقم، وطبعا بيتم تعقيمها التعقيم الجميل علشان ما تسببش اي مشكله للمصحح او والله بص
احنا برضو من ضمن قرارات مجلس جامعتنا اللي اعتمدناها لتسري على الجميع، ان احنا عملنا قواعد لنظام الكنترول، ان اولا الورق محدش يلمسه من المصححين الا بعد مرور 48 ساعة، دي اول حاجة. تاني حاجة مفيش حد في الكنترولات الا ويكون لابس الجلافز جوانتيات، وانا لسه كنت بمر على كنترول كلية السياحة والفنادق، وحتى لما لقيت يعني واحد، ما انت عارف احنا بلدنا ساعات كده، لقيت واحد مش لابس قلت له لا لو سمحت لابد انك تلبس الجوانتي. وكانت معايا الست العميدة، قلت لها دكتور حضرتك نهاد، الدكتورة نهاد، قلت لها حضرتك لازم، دي مسؤولية الكلية، توفري الجوانتيات والكمامات لأعضاء الكنترول. وفعلا هي سيدة فاضلة وفعلا موفرة علبة كاملة من الجوانتيات، بحيث إن الناس لا تتعامل مع الأوراق إلا من خلال الجوانتي. الحاجة التانية إن جميع الملفات تكون محطوطة في أكياس بلاستيك محفوظة فيها لعدم نقل أي عدوى، وتترك لمدة 48 ساعة. دي قواعد إحنا منزلينها على عموم الجامعة وفي كل الكليات والمعاهد، فبنطمئن يعني احنا من آن لآخر بنخش كمان الكنترولات، مش بس بنتفقد اللجان، لا احنا بنتفقد كمان الكنترولات وبنبص نشوف هم عاملين ايه وماشيين بالإجراءات المطلوبة ولا لا. مصر جميلة بكم الأستاذة الدكتورة شادن معاوية، نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشؤون الدراسات العليا والبحوث. ونتمنى لأولادنا والطلبة في جميع ربوع جامعة مدينة السادات الجامعة الجميلة، بنتمنى لهم النجاح والتوفيق. الدكتورة شادن معاوية، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، ألف شكر. وحتى نلتقي بكم، لكم دائما تحياتي محمد سعد الإعداد والتقديم. مع ألف